المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا. أريد أن أكمل الفكرة التي تحدث بها الزميل مشايخ. هو لا يعيش الواقع الفلسطيني، هو يعيش في الأردن، لكن أنا جئت من فلسطين، جئت من القدس. أنا لتعرفوا جميعا، أنا أستغل هذه النقطة لتعريف ماذا يعني ويعاني الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من احتلال إسرائيلي لا يرحم، أطول احتلال إسرائيلي في العالم وما زال قائما حتى هذه اللحظات. العالم متحيز، العالم مجنون، شعب فلسطيني يقهر ويقتل. نتيجة الحرب على غزة الأخيرة لا تعرفون ما هي الخسائر. أقول لكم أن 6 جامعات فلسطينية دمرت، أقول لكم 180 مدرسة هدمت، أقول لكم 3000 شهيد استشهدوا نتيجة الحرب على غزة، أبراج ضربت، 180 مسجد دمرت وكنيسة واحدة. طبعا لقلة عدد الكنائس، لأنه الاحتلال لا يفرق بين المسيحي والمسلم في الأراضي الفلسطينية، هو يحاول وضع فرق تسد في الأراضي الفلسطينية. الأطفال يسجنون، يولد الطفل عندنا في فلسطين وحمل حجر بيده، نمر المستوطن أو الإسرائيلي أو العسكري أو اليهودي بضربه حجر. سن الاحتلال الإسرائيلي قانون في مبنى الكنيسة اللي هو مبنى البرلمان يعني الإسرائيلي، سن قانون من يضرب حجر سواء صغير ولا كبير من 5 سنوات سجن إلى 20 سنة. أقول لكم لا يوجد بيت في فلسطين إلا وبه أسير أو جريح أو شهيد. هذه معلومة زملائي هنا يعرفونها، ممكن أنتم لا تعرفون، لكن نحن نعاني ونحن الواجهة للشعوب العربية والحكومات العربية. ندافع عن الأقصى والمهد والقيامة بأجسادنا، لا نملك سلاحا. العالم فكع عندنا جيش، ما عندنا جيش ولا طائرات ولا دبابات. احنا بالإرادة في الانتفاضة 1987 أغرق الاحتلال الإسرائيلي قبل قدوم السلطة الفلسطينية، أغرق المدارس والجامعات. شو عملنا؟ 2 سنين كان الجامعات مغلقات والمدارس مغلقة أيضا. عملنا بالتعليم الشعبي، التعليم الشعبي ولا نضيع المدارس، يعني صرنا نعلم في الجوامع، في البيوت، في الحارات، تطوع ومجاني. إذا بتتابعوا الأخبار وقناة فلسطين الفضائية أو القنوات، في قناة اسمها ميكس معا، هاي بتبث من فلسطين أيضا، بتتابعوا الأخبار تشوفوا منيح. أطفال عمرهم 5 سنين و10 سنين و11 سنة قدموا إلى المحاكم العسكرية وسجنوا وعذبوا وضربوا وقضوا سنوات بالسجون في الخليل والقدس. الطفل الفلسطيني، ما في طفل في العالم بيعاني مثله.